الشيء. هذا ديوان أدين صحي سكيت أراه، نتمنى أنكم تقرأوها وتخبروني. هذه ختمت النص واحد القرا، كان عندي برنامج إشراقات فكرية في الإذاعة من 11:15 ل 12 في الإذاعة الوطنية مباشر. واحد النهار أنا جاي بالسيارة والشمس في العشية، داك الشعاع ديال الغروب ما حش يعني الرؤية، حتى كنت غندير حادثة ندخل السيارة لقدام، ملي جلست القهوة كتبت على هذه، بغيت ندخلها في البرنامج ديالي ديال الليل. اش كنقول؟ الأسوأ من الظلام ضوء يحجب عنك وضوح الرؤية. أنا الحرف مزيان درتها في الليل في ذاك الحلقة ديال ذاك الليلة، دازت مزيانة. لا غدا جالس في القهوة شي واحد، المهم باش ما نعطيكمش اسباب النزول ديال هذا، جيت انا ذاك رمضان 30 حلقه ختمتها ب 30 أسوأ من الظلام ضوء يحجب عنك وضوح الرؤيه، وانا ندير 30 ديال ما يسمى بالأسوأ من الأسوأ. اذا تقول هذه الورقه الاخيره، كان خاطر الحفار القبر ديالي في النهايه، كنقول له ايها الحفار اعمل على توسيع مثواي ولو بشيء قليل. الآن عرفت معنى البلاء وكيف بضدها تعرف الأشياء. عرفت أن الأسوأ من العصيان، شنو هو الأسوأ من العصيان؟ طاعة الجبناء. الأسوأ من الرحيل بقاء تحت سقف مهدد بالسقوط. الأسوأ من الحرب سلام يراد به الاستسلام. الأسوأ من الجوع الأكل من طعام اللئام. الأسوأ من الجفاف تدفق مياه النهر في البحر. الأسوأ من العطالة الاشتغال في المحرمات. الأسوأ من الغباء ذكاء يجرك نحو المهالك. الأسوأ من العطش أن تشرب من ماء سبقك إليه غيرك. الأسوأ من العري التزين بلباس الغير. الأسوأ من الغرق في البحر أن يتعذر عليك العيش في البر. الأسوأ من الندم، شنو هو الأسوأ من الندم؟ أن لا يكون لديك ما تندم عليه. ما تكونش عندك حاجة تندم عليها. الأسوأ من الظلام هي هذه، ضوء يحجب عنك وضوح الرؤية. الأسوأ من التعاسة سعادة من وحي السراب. الأسوأ من القبح، يا الله، الأسوأ من القبح ألا تكون جميلا حتى في نظر أمك. الأسوأ من لدغة الثعبان، طعنة خنجر في الظهر من يد جبان. الأسوأ من الجشع، قناعة تنسيك المطالبة بحقك. الأسوأ من العقل، الأسوأ من العقل إنجابك لأبناء لا يحترمون. ودابا غنحصل. الأسوأ من العمى، اللي جاوب عنده جائزة 100 أورو دابا. العمى هذا الظلام. أن ترى الخوف وتمجده.
على القلب بصر غير بصر الحق. لا تكون لك بصيرة. انتظار طيارة الحلبة. أو الله وبقيت معكم ساعتين ديالكم وهانتوما غتسمعوا الجواب. رؤية ما لا كما يعجبك بصفة عامة. لا لا تبقى قصورا. الأسوأ من العمى وعقلوا عليها مزيان. ألا ترى الجمال كل صباح. لا لا غنخسب لأنه يبقى أن ترى الحياة سوداء. لا الأسوأ من العمى عاود باش نخسب صح. الأسوأ من العمى أن ترى حبيبك بين أحضان عدوك. أرى لنا بعض الأسئلة سيدي باش على مداخلته الدرامية التي لخصت تجربة حياة. نفتح باب المداخلات على أن نجمع ست مداخلات إن شاء الله تعالى، ثم نعود إن بقي هناك حتى أكون عادلا. سأعطي لك تفضل. شكرا للأستاذ. لا الاسم فقط. سعيد سقي. سعيد سقي. نعم. أمل داني. إسماعيل هو. إسماعيل. طيب. أمل. رضا. رضا. أسامة. ثم نعود سنعود من جديد إن شاء الله. طيب سقي لحظة سقي سأعطيكم دقيقة واحدة. أنا أقل من دقيقة. دقيقة واحدة لكل متدخل. يلا. لماذا لا لم نعد نرى الحق زروالي في يعني فنيا في المشهد الثقافي الإعلامي ون أي التلفاز المغربي؟ شكرا لك سي داني. شكرا أستاذ فنان عبد الحق زروال على هذه الجلسة الممتعة. سؤالي يقول الفنان في إحدى المقابلات: لولا المسرح لكنت إما في إحدى المستشفيات من مستشفيات المجانين أو في أحد السجون أو في القبر. ألهذا الحد يكون المسرح أو الفن بصفة عامة منتشلا أو هو طوق نجاة بالنسبة لصاحب للفنان؟ هل هذا يعني أن الأناس الآخرين الذين لا يمارسون الفن بجميع أنواعه، هل هم يعني أموات؟ هل هم مجانين؟ هل هم لا يحيون هذه الحياة التي يحيون؟ وشكرا. نعم. اسمعي. شكرا. مداخلتي في محورين بسرعة. الأولى للجنة المنظمة السادة الأساتذة، والثانية لسعد الحق الزروالي. الأولى بغيت نتسائل بالنسبة لسعد الحق الزروالي، عنده واحد الكم هائل صراحة اللي ما كناش كنعرفوه من الإنتاجات على مستوى الشعر وعلى مستوى الرواية وكذلك المسرح. واش هاد المراجع متاحة في المستوى الجامعي، المستوى المكتبة الجامعية؟ واش ما كانش عندكم الإمكانية أنكم مثلا ديروا لنا واحد مجموعة من الكتب اللي ممكن أننا نقتنيوها في هذه المناسبة هذه؟ الحمد لله معنا مدير مركز التوثيق والنشر. ثم سؤال بسيط باختصار الأستاذ العظيم ديالنا سعد الحق الزروالي حول رأيه عن واقع المونودراما في الوسط المدرسي. شكرا لك. أمل. أنا لدي سؤالين في مجال الفن عامة. السؤال الأول يتعلق بالفن الصامت، ربما أكون قد أخطأت في تسميته لكن إذا أخطأت صحيح لي.
على ذكر الفن الصامت أتذكر قولة هي ليست بقولة ولكن حوار تاريخي دار بين أينشتاين وشارل شابلا. التقى أينشتاين وشارل شابلا حين سأله أظن قال أينشتاين الجميل قال أينشتاين وشارل شابلا الجميل في فنك هو أنك لا تتكلم والكل يفهمك. أجابه شارل شابلا الجميل في فنك أنت أيضا هو أنك تتكلم ولا أحد يفهمك. الكل لا يخفى عليه يعني مجال الشغل في شارل شابلا لأنه كان صامت أليس كذلك، لكن لماذا ليس له شغلة في المغرب؟ لماذا ليس له شغلة؟ لأن الكثير من جمهور المغاربة لا يتعرفون عن هذا المجال. سؤال ثاني يتعلق ببعض المشاهير و الذين يعرفون بدور واحد يعني قاموا بدور واحد فقط، فنحن نعلم على أن الفنان عامة إذا تخرج من المعهد العالي للمسرح والنشيد الثقافي فله مواهب عدة، هذه المواهب طبيعية. سؤالك يا أمل. سؤالي لماذا نربط فنان ما بدور واحد قام به على أن المواهب ونحن نعلم على أن المواهب. شكرا لك يا أمل. رضا. شكرا لكم على تنظيم هذا اللقاء المهم جدا الذي صدقنا فيه استاذنا جميعا هرم المسرح المغربي استاذ الزرواني. باقتضاب في البدايه اود ان اهنئه اولا على الدور الاخير الذي قام به في مسلسل بدال المحراز دور بوعمامه الذي كان موفقا جدا جدا ورائعا صراحة، وأعطى لهذا التمثيل بعدا آخر بالإضافة إلى اشتغال مع السي محمد مصرف كمخرج ضابط لأدوات الاشتغال الفنية، فكانت نتيجة جد مبهرة. هذا من ناحية. بالنسبة للسؤال ومع هذا اللقاء الذي استمتعنا به اليوم أستاذ الحق، لماذا لم تفكروا إلى اليوم في كتابة سيرة ذاتية لكم؟ فمع الأسف أستاذ فالتجربة غنية جدا وطويلة وفيها الكثير من مما يبقى وممتعة جدا. أظن أنها لو كانت هناك كتابة لسيرتكم الذاتية ستغني الحق الثقافي وتبقى إلى هل كان لو يعني كان ابن المنطقة الأخرى هل سيكون على شكل أخر؟ مثلا عندما نقرأ إصبري موسى في سد الأمكنة سنجد الشقة في مكان حاضر، مثلا نقرأ لكتاب مثلا الجويطي مثلا نجد مدينة بني ملاد، مجموعة من الأشياء. هل لمدينة فاس دور في تشكيل الزروالي؟ سؤال ثاني تطرق له الأستاذ في نقاشه الأول، قال أنه رفض الذهاب ليس الأبيب لأداء مسرحية معينة، ألا أليس من حق الإسرائيليين مثلا حق من هذا المولود الإنساني والمسرح مولودا ليس من أي أحد، أليس من حق الإسرائيليين يعني أن يستمتعوا بالمسرحيات بحق الزروالي باعتبارها مولود إنساني ليس في أي أحد؟ شكرا لك سيدي إسامة. نقول لك مباشرة الإسرائيلي الزروالي باختصار، أنا ما نحاول نكون مختصر لدرجة باش نتفقوا في الحوار أكثر. ولا الحضور في التلفازة اللي طرح السؤال على الحضور ديالي، فأولا هاد السنتين هما عندي جوج مسرحيات واجدي بودوار ديكور ديال الملابس والكتاب مطبوع كلشي، ولكن جات عام وانت كتوجد وجات هاد المصيبة العظمى الجائحة جمدت المشروع الأول والثاني. أنا كنت متعود كل سنة عمل، دابا هاد عامين تراكموا جوج الاعمال ولا عندنا الراكب دابا حنايا. حتى ملي غتزول هاد الجائحه
غنصيبوا صعوبه في كيفاش اننا نواكبوا حركيه باش هذيك الاعمال اللي تراكمت شنو غدير؟ تقصيها ولكن راها غترجل غتعرقل ذاك الايقاع اللي كنا غاديين فيه. ايوا ممكن. المهم اذا السنه اللي دارت كتبت وكنت دور رئيسي في مسلسل عيون غائمه اللي كان دار في القناه الاولى، وهذه السنه دور رئيسي في السلسله ديال حديد دان اللي دارت في رمضان. اكيد انكم الا ما شفتوش كله غتكونوا شفتي واحد الحلقه ولا جوج ولا ثلاثه، بشهاده الجميع انها جزء مهم جدا لانه اشتغلنا لان باش تقنع الجمهور المغربي الان ماشي سهل. وانا ماشي من الناس اللي كيبغيو يبانوا يوميا، لا، هذاك الظهور المجاني والتهافت على الشهره والكسب هو اللي كيحرق واحد العدد ديال الاسماء واحد العدد ديال الكفاءات وكيخليهم كيدوروا بلاصتهم وكيطيحوا في النمطيه وفي الاشترار والتكرار ويفسدون على انفسهم نشوه الابداع ويصبحون بالنسبه للمتلقين اللي هو الجمهور خلاص هي هذاك راه صافي دابا. اذا المبدع خصو يتعامل مع القنوات الاعلاميه بذكاء وبنظره استراتيجيه فيها كثير من الاحتياط، هذا جانب. الجن والقبر والمارستان صحيح انا ما كنهضرش على كل شيء، كنهضر على التجربه ديالي. بفضل المسرح استطعت او الله يعني يوفقني لهذا نختار هذا او نمشي في هذا الاتجاه كيلا، اما هي ما كانش فيها حل اخر من غير هذوك الاسئله. ولكن بالنسبه للاخرين ماشي بالضروره، ما كنقدرش نحكم على هذه غير صدفه، لان عشرات بل مئات التجارب والاسماء اللي كانوا متطورين ومتقدمين وفنانين كبار في المغرب الستينات وعلى حسب العقليه ديالي فين بان حداهم الزرواري، ولكنهم انقرضوا في وسط الطريق اما بدافع الموت او المرض او تما واحد النظره يقول لك صافي كنت كندير المسرح ملي كانت عندي 15 عام واحد العدد كنمشي لدار الشباب ودابا خدمت مشى للجامعه وصافي كنا كنديروا داك الشيء ملي كنا في الثانوي وكذا مشى للجامعه ما كانش راه دابا حنا في الجامعه وخصنا كذا واش غنبدا في المسرح ما كانش مسرح في الجامعه ما كانش مسرح كممارسه لا كان غير كماده بحث ولا شي حاجه كيصرف عليها الدكتور مني الله يرحمه ولا شي حد اما هو ك قرار سيدي شي حاجه اللي فيها خدمه وفيها حتى الى بقى يدير مسرح هو في الجامعه استاذ كان عندنا سي محمد الكغاط اي فاس المهم حتى الى بقى كيدير مسرح هو في الجامعه ملي كيتوظف كيقول لك صافي دابا واش انا توظفت وغنبقى نمشي لدار الشباب نزاحم هذا وداخل تندير المسرح وكذا ماشي اشكال انه توظف ومازال كيمشي لدار الشباب ويدير المسرح. كاين اللي بقاو واخا توظفوا رانا ملي كيتزوج يقول لها غادي لدار الشباب حتى الى تزوج وبقى كيدير المسرح ملي غيولد الى ولد عاوتاني وداك الشيء خلاص بقى يزاحم هو ولادو وداك الشيء. المهم هذه غير كنبغي نفكك الحده ديال باش ما ناخذوش البديل من الازمه والبكاء والشكر باش ما بقاش كيعيش. صافي احنا جزء من هذا الكون من هذه الحروب من هذه الكوارث ومن هذه التطاحنات ومن هذه الامراض ومن هذه الاوباء او الاوبئه ولا كلش يجب ان نقبل الامور كما هي لا كما نريد ماشي نستسلموا لها لا غير من القانون باش نستسلم. توفير المطبوعات انا ماشي قضيتي يعني كاين في المكتبه العامه الوثائق ديال بعض النسخ انا دابا احسن كاتب في المغرب اسامي احسن كاتب قاعد اللي نقولوا الشهره ماشي احسن ما كاينش احسن كل واحد ومجاله ولكن كاع الكتاب اللي كيعطيوه جائزه في المغرب ولا نقولوا شي كاتب عطوني شي سميتو باش ما نديرش الفرق بيناتهم حنا 40 مليون تقريبا احسن كاتب شي الكتب ديال المقرره اللي هي اجباريه لا كنهضر على الشعر على الروايه على المسرح على مجموعه ديال الاجناس الادبيه اللي ما هياش داخله في التكوين الجامعي
إذن أحسن واحد هذا غادي يبيع شحال سنة؟ 500 هذا أحسن اللي عنده الشهرة و... ها؟ كيلا نتفاعلوا أسيدي ونقولوا 1000 وحنا على مشارف 40 مليون قلنا 30 مليون في واحد الوقت أحسن جريدة كتبيع 30,000 نسخة 1000 في كل عطيونا شي دار كتدخل كتصيب أول حاجة كتفاجئك واحد المكتبة في الدار كتصيب جد كيقرا والعمة والأم في الكوزينة كتطيب وهي كتقول فلان واحد القصيدة في 30 مليون سنة وأجي تشوفها يعني باش داك الطفل كيكبر كيشوف جدو الجريدة كيشوف مو كترسم ولا خالو كيرسم ولا شي واحد كيعزف ولا شي حاجة باش كتنمى فيه الميل إلى الفنون إلى الثقافة والتغذية الفكرية والروحية ما فيهاش باش مع الأسف مع الأسف مافهمتش إذن هاد الكاتب اللي غادي يغامر واللي يطبع 16 كتاب دابا ملي كنراجع كنقول هذا مش على اللي درتو ولكن كنقول الى ما الجدوى دابا في بريطانيا من كيش تكون انجليزي وما حافظش شكسبير صافي مشكوك في الانتماء ديالك للبلد انك ما حافظش انه هو شاعر قبل ان يكون كاتب مسرحي كيعتبروا هذا مشكوك في الروبيه ديالك الى حد بعض المسرحيات كيكونوا بعض الممثلين كيمثلوا مسرحيات هاملت ولا ماكبيت ولا ماري كلير ولا شي حاجه وشي ممثل كيمشي للحوار ولا كيغلط واحد من الجمهور كيصح له مرارا وقعت على داك الجمهور كيمش غير هكذاك حنا مع الاسف لاسباب متعدده سياسيه دينيه اقتصاديه ما يسمى بالاخلاقيات متفق عليها حنا ماشي مهم عندي وقتاش غنخرجوا من الحجر الصحي انا بالنسبه لي وقتاش غنخرجوا من الحجر الفكري مصر عندها الازهر في الاربعينات كنشوفوا الافلام ديالهم بالمينيجيف وبالشطيح والبحر وعبد الحليم هو نادير الطفيشي 45 بوسه في هذيك ابي فوق الشجره لا صح هادو حتى هما بلد اسلامي وعندهم الازهر وعندهم لا ومع ذلك في الاربعينات وكانوا كيديروا في السينما في المسرح ديالهم حنا كيقول لك لا حياء في الطب الطبيب كتدخل عند المراه كيقول لها اجل لا زوج حوايجك طلعي حلي رجليك الطبيب لا حياء في الطب الدين الفقيه في المنبر كيقول سمي الاشياء بمسمياتها وهو يشرح القران ولا يشرح الحديث ولا شي حاجه ويسمي الاشياء بمسمياتها لا حياء في الدين في الرياضه دابا نمشيو هذاك الرقص على الجليد داك الرياضه اجمل رياضه كاينه هي الرقص على الجليد جا سولوني شي مره علاش قالوا لي ايه قالوا لي علاش احسن رياضه هي الرقص على الجليد اجوا على جواب شنو غنقول لهم قلت لهم لان الرقص على الجليد يعلمني ان اصل الانسان فراشه وليس كما قال داروين في الرياضة السباحة التنس كتشوفهم كيفاش كيلعبوا السباحة فاتينات لباس السباحة ولا في التنس ولا في الجمباز ولا في الرقص على الجليد كيمارسوا لأنه لا حياء في الرياضة وحنا طلعتي ممثلة فوق الخشبة بداك اللباس واجي تشوفها وليدي غير المسرح اللي لا حشومة لا عيب واشنو خلط الأداب غير المسرح هو اللي بان لكم انه ما خصوش يتعدى واحد الخطوط اللي درتي في ظروف الضغط ديال مجموعه ديال العقد الناس ما كيفرقوش ما بين الجراه والتصاره انا ضد التصاره ولكن الجراه يا اخي ان الانسان يكون سوي مع نفسه ما عندوش عقد جسديه مع ذاته هو باش يكون قادر ينسجم ويندمج مع الاخر خصو بعدا هو يكون ينسجم ومتصالح مع الانا ديالو بكل العقد اللي فيها بكل النقائص ديالها
حنا ما سكت حشومه عيب عندك كذا كيحسبنا راه كنربيو وحنا راه حنا كنزيدو نكرسو ونعمقو هذيك العقاد. انا ماشي كفقير غنبدا نصرف لا غير كنقول حنا كنتعنيو لواحد العصر ومجبورين ومحكوم علينا بالاندماج والصهار في الاخر نتفاعلوا معاه بغينا ولا كرهنا. دابا انا كنشوف القنوات الافلام الامريكيه كلها حنا كيقبلوا القنوات يدوزوا لنا الافلام الامريكيه بكل ما فيها يتعارض مع القيم التي نعتقد انها تشكل الهويه ديالنا، ولكن باش يديرها شي واحد مننا ديالنا لا. اذا ما فهمتش هاد المفارقه. المهم باش ما نطولش عليكم، الفن الصامت على لا ما صعيب، هو تخصص صعيب صعيب بزاف، ولذلك ما يمكن نقول لك ما عندوش الجمهور ديالو، جمهور النخبه، جمهور النخبه الصامت ما كانش صعيب. هذاك زينون الحسن دار ما يسمى فرقه ديال الرقص والفنون الشعبيه، راك عارفين المصير ديال هذيك التجربه ديالو، ثم الجمهور هنايا ما يمكنش خصو شي مسرحيه كان شي مشهد خصنا الممثل يبقى كيشوف كيفكر في الموضوع اللي هو كيفكر فيه. حنا الجمهور قالوا اهضر اسي علاش تقاطعت الانصات الى الصمت؟ ما يتعلق بالسيره الذاتيه، انا عندي اسوء حاجه بعدا كنوصل بصعوبه نهضر على لا اصعب حاجه هي الواحد يهضر على راسه، ودابا اليوم سمحوا لي راني هضرت على راسي وهي خايبه بالنسبه لي، ولكن ما عندك ماديه. السيره الذاتيه هي البوح، البوح. انا باش ندير السيره الذاتيه ما غنهضرش على الفرد الذات الكبرى، انا من خلال التفاعل ديالي مع جميع العناصر المكونه الزمن الذي انتمي اليه، هذه هي السيره الذاتيه، ما تكونش كتقول انا لا الانا الكبرى. هذا حتى في السيره الذاتيه غتكون مضطر انك تكون صريح وجري وتسمي الاشياء والاشخاص والاماكن. ما هضرتش على المكان اللي قلتي والاهميه ديالو، ها اجل في المغرب اخويا السيره الذاتيه صعيبه. شكري دار السيره الذاتيه ديالو راك عارفين المستوى العظمى اللي بقات على ذاك الكتاب ديالو خبز الحال. ما عندناش راه كفروه العائله ديالو دعاتو مجموعه ديال الحقائق اللي خصها تكون السيره الذاتيه، مازال ما عندناش المجتمع البيئه اللي تستوعب هذاك الجرأه ديالك وتقبلك بجميع الاعترافات اللي في السيره الذاتيه. ولكن احمد الله ان السي خالد امين هذه واحد في 2013 صدر هذا الكتاب اللي كاتبين فيه هنا 30 من الدكاتره ديالنا بالمسرح، من الدكتور حسن المنيعي الى عبد الواحد عزري، بشير قمري، سعيد كريمي، محمد العزيز، رشيد بناني، جلال اعراب، محمد بن العيسي، مصطفى قباش، عبد الرحمن الزيدان، محمد علي بسلاوي، عز الحاكم، محمد القيصامي، محمد الشهب، رشيد الحجور، محمد العجاجي، سالم البويندي، يوسف العقوبي، خالد امين، طارق طويل، زبير بوبشا. كل واحد من هاد اسيد واخا اسيد واخا كل واحد من هاد الاسماء هادو هما اللي عندنا. طبعا كاين اسماء اخرى غنديروا ان شاء الله جزء اخر يكون فيهم. المهم وهادو غير مغاربه، ما اللي كتبوا هي اكثريه سوريين وعراقيين وتوانسه ومصريين، هذاك الامكانيات ماشي. اذا بالنسبه لي هاد الكتاب هاد الاسماء كل واحد تناول تجربه جزء من السيره الحياتيه او الفنيه ديالي. يعني اذا بالنسبه لي اللهم يهضروا عليك هاد الاسماء هادو ويكونوا هما النظره ديالهم موضوعيه. اما انا مهما حاولت غنكون ذاتي وغنجاوب لنفسي في عده اشياء وغنكتب من بعد هما اللي هما عجاو وداروا هاد الدراسات هادي ديالها في طنجه. فاش داروا لي هاد التسكرين كانوا غير اكثريه اجانب وكاين ترجمه الفوريه قالت لي المركز ديال الامريكي. شنو قلت لهم انا دابا؟ قلت لهم الله يخليك، قلت لهم هذه نرجسيه الزروالي، هذه عقلتوا على هذيك النرجسيه. قلت لهم هذا الكتاب سيحقق اعلى نسبه من المبيعات، كيترجموا لذوك الاجانب. غتقولوا لي علاش؟ حتى اللي ما كيبغيش المسرح وما كيقراش المسرح وما عنده علاقه بالمسرح غيشري هذا الكتاب. غتقولوا لي علاش؟ باش يعرف الشخصيه، باش يزول هذه الصوره اللي في الغلاف ويدير لها كادر ويعلقها في بيت النعاس ديالو. المهم عندي مواقف جميله وايجابيه كنعتز بها
هذه الصورة ديال جلالة الملك الله يجازيه بخير 2013 علق لي أعلى وسام درجة قائد، وأنا فخور أنني رغم أنني صاحب رقم قياسي في الجرأة السياسية في البلاد في المسرح، رقم قياسي ماشي غير هنا في سوريا وفي العراق. ملي كنقدم المسرحيات ديالي كاين الجمهور كيقول لك وين هذه المسرحية عرضت في المغرب محال، كانوا كيعتبروا داك المسرحيات اللي انا عارضهم هنايا مئات المرات كيعتبروهم مهيئينهم باش نديرهم للتصوير في المهرجانات باش المغرب يبان انه دولة ديمقراطية يؤمن بحرية التعبير، حتى كنجبدوا لهم التصاور والدراسات وداك الشيء عاد كيقولوا هذا حماق. إذن حتى وانا في اقصى درجات صاحب رقم قياسي في الجرأة السياسية، ولكن ماشي مسرح سياسي، السياسة خاصها تكون في المسرح غير بحال الملح. والهوات علاش نقرضوا في 76 بالنسبة لي؟ علاش؟ لأن كانوا 80% 90% كيراهنوا على الشعار السياسي والمزايدات الكلامية والخطابة والخطاب السياسي والحزبي وكذا وكذا. فبالتالي لما تغيرت الظروف السياسية للبلاد صابوا راسهم ذاك الرصيد اللي كانوا كيشتغلوا به ما بقاش عملة غير صالحة من بعد. فلذلك أنا شكسبير كان سياسي. شو السياسة ديال شكسبير؟ شنو قال؟ واحد الحوار ديال هاملت كيسولو هوراسيو كيقول له مولاي هاملت كيف انت؟ شو دابا؟ شو السياسة ديال شكسبير؟ قال له كيف انت؟ هو وقع له عمو قتل له باه وزوج له امو وخدا له العرش. ما قالوش انا راه داك التعبير ديالنا ما نقولهاش. والله شوف دابا الجرأة عندنا وراه هو اللي مو داك عمي ما قالش هادشي، هو تزوج امي والله بغيبية ولا بيه وداك الشيء ما كانش على هذا، دير جرأة. شنو قال شكسبير؟ قال له كيف أنت مولاي هاملت؟ قال له هوراسيو، عندي السؤال يا هوراسيو، كيف أنت يا مولاي؟ كيف أنت يا مولاي؟ اسمع يا هوراسيو، إنني أقتات بالهواء الملوث وأسمن بالمواعيد الكاذبة. يا سلام، أقتات بالهواء الملوث، لأن راه ملوثة الجرة، وأسمن بالمواعيد الكاذبة. إذن أنا في هذه رحلة العطاش، هذه عتق الروح، شاركت في مسابقة في وزارة الثقافة. شحال شاركوا ديال 129 نص مسرح. حنا عندنا 129 ما عندناش حتى 10 ديال الكتاب ولا احسن الحالات. الوزاره 97 دارت مسابقه في التاليف المسرحي. من الاستقلال دابا ما عمرت شي مسابقه اخرى، هذيك اللي كانت. انا خصني نشارك في المسابقه لان دايره 4 مليون. قلت دابا الزروالي شتا داك الشيء وغتمشي تبدا دير شي 100 عرض محال توفر هذا 4 مليون. علاش ما نجلسش في داري ونكتب هذه المسرحيه؟ ولكن يكون عندي يقين انني داير جائزه في جيبي وخا يشاركوا 1000 الناس. قلتها لفاطمه الافريقيه في التلفزيون. علاش؟ غتقولوا لي هذه نرجسي عتامي، هذه الصنعه. اش كنقول انا للجنه اللي صيفطت هذا الشيء؟ اللجنه ها انتم عطوا روح العنوان، كاين الاهداء، يا كيديروا الاهداء. انا في واحد الاهداء واحد المسرحيه كنقول بحثت عمن يستحق نيل هذه الأحرف الهبلاء، فلم أعثر في مرآة هذا الزمن إلا على وجهي. هنا غنشارك في هذه المسابقة، حنا حسبنا غيشاركوا 10 20 30 الناس، بقوا 129. أنا 4 شهور وأنا كنكتب، إلا ما خديتش الجائزة مولك راه ودو وما نصيب لها باش نشرب لها قهوة ولا حتى حاجة. هذوك خدامين في شي ادارات تعليم ولا في شي ادارات، قال قراو داك البلاغ قالوا نشاركوا، جاب الله شي حاجه هو داك ما جابش ما كاين مشكل، شفر باش ما باع رابح. انا لا، انا مساله خصني نخلص الكرا، خصني باش ناكل وداك الشيء ما يمكنليش. اذا ما يمكنليش نضيع 4 شهور وانا ما دايرش الجائزه في جيبي حتى ولو كان اعضاء اللجنه كلهم ضدي، وفعلا كانوا 3 في اللجنه ما كيحملونيش.
ولكن شنو قلت لهم هنا في هذه الاشاره؟ لابد منها باش نقول لهم اللجنه هذه الاشاره لابد منها، ماشي لخاطركم غتعطوني الجائزه. اش كنقول فيها؟ شكسبير بريشت مولير، شكسبير بريشت مولير، اسماء شكلت اضلاع ممتلئه يصعب اختراقها، لكي تحول المثلث الى مربع اهديكم عتق الروح.